نتكلم على الهارت بقى، فبنشوف اول سيرفيس بيقابلني بعد ما اشيل الاسترنم والكوستال كارتليج، ده اللي بيسموه له سترنو كوستال سيرفيس اوف ذا هارت. خد بالك بيبان اول حاجه ده الرايت اتريوم اللي هو الاذين الايمن، وده الرايت اوريكل، ده جزء من الرايت اتريوم اسمه الرايت اوريكل. وبعدين الرايت اتريوم ده طالع منه فوق او بيصب فيه فوق سوبيرو فينا كيف، المفروض بيصب فيه من تحت الانفيرور فينا كيف. اما اجي بين الرايت اتريوم اهو اتجه بعد كده الاقي الرايت فينتريكل، اهو اتجه ناحيه الليفت هلاقي هنا ايه على الاسترنو كوستال سيرفيس اوف ذا هارت، ده اللي هو رايت فينتريكل. يبقى وبين رايت اتريوم ورايت فينتريكل في جروف اللي هو الرايت اترو فينتريكولار جروف. الرايت اترو فينتريكولار او الانتيرور اترو فينتريكولار جروف، ده اللي اسمه الانتيرور اترو فينتريكولار جروف بين الرايت اتريوم والرايت فينتريكل. ماشي فيه الرايت كروناري ارتري من اهو، ادي هنا فيه في الحته دي باين قوي الرايت كروناري ارتري. يبقى هنا ده الوضع، هنا في كورونر ارتري اهو باين اسمه ايه الرايت كورونر ارتري، ماشي في الجروف ده في الانتيريور اتريو فينتريكولار ايه جروف. نيجي بعد كده ابص الاقي هنا اهو ده الرايت فينتريكل اهو، صح الرايت فينتريكل مطلع لي هنا ده البالمونري ترانك، ادي البالمونري ترانك. نيجي بقى بين الرايت فينتريكل وبعد كده هنا في الليفت فينتريكل بينهم بين بعض في جروف اهو اسمه انتيرور انتر فينتريكولار جروف، ففي الحته دي في جروف اسمه انتيرور انتر فينتريكولار ايه جروف. فوق الليفت فينتريكل في جزء كده اسمه ليفت اوريكل، ده هنا ليفت ايه اوريكل. يبقى رايت اتريوم رايت فينتريكل ليفت فينتريكل ليفت اوريكل. خد بالك هنا ان الليفت فينتريكل مكون لي الايبكس اوف ذا هارت. اسالك الايبكس اوف ذا هارت دي مكونه من ايه؟ نقول له في الليفت فينتريكل. السيرفيس اناتومي بتاعها فين؟ الليفت فيفث انتركوستال سبيس 3.5 انش من الميديان بلين، دي الايبكس اوف ذا هارت. ماشي؟ ده ايه ده؟ انتيرور انتر فينتريكولار جروف. ماشي في ايه؟ انتيرور ديسندنج برانش بتاع الليفت كروناري، او جزء من الليفت كورونري اسمه انتيرو ديسندنج برانش اوف ذا ليفت كورونري، وارتري وفين اسمه هنا اللي هو الجريت كاردياك فين. ماشي هنا ماشي في الجريت كاردياك فين، يبقى الانتيرو ديسندنج برانش اوف ذا ليفت كورونري والفين اللي اسمه الجريت كاردياك ايه فين. ده رايت اتريوم ورايت فينتريكل وده رايت اتريوم. لو اجي كده ده الرايت بوردر اوف ذا هارت، الرايت بوردر اوف ذا هارت متكون من رايت اتريوم وبيوصل او بيوصل ما بين السوبيرو فينا كيفا والانفيرو ايه فينا كيفا. ده الليفت بوردر اوف ذا هارت اللي انا شايفه ده عباره عن الليفت بوردر اوف ذا هارت، ده عباره عن الليفت اوريكل اهو والليفت ايه فينتريكل. كويس، ده اللور بوردر اوف ذا هارت، الجزء ده اللور بوردر اوف ذا هارت، ده الابر بوردر اوف ذا هارت. الابر بوردر متكون صحيح من التو اتريم، ده رايت اتريم وهنا الليفت اتريم، بس كونسيلد مغطى بالاسندنج اورتا والبالمونري ايه ترانك. يبقى الاسندنج اورتا هنا ايه البالمونري. ده شرح للاسترنو كوستال سيرفيس اوف ذا هارت. هو ادي الاسترنو كوستال سيرفيس، ده رايت اتريم رايت اوريكل سوبيرو فينا كيفا، المفروض هنا بيبقى في انفيرو فينا كيفا، ده رايت فينتريكل، ده انتيرور اترو فينتريكولار جروف ماشي فيها رايت كورونال ارتري، وبعدين هنا رايت فينتريكل ده ليفت فينتريكل دي الابكس اوف ذا هارت، ده انتيرور انتر فينتريكولار جروف ماشي فيها انتيرور ديسندنج برانش بتاع الليفت كورونري ومعاها فين اسمه جريت كاردياك فين. دي الابكس اوف ذا هارت مكونه من الليفت فينتريكل، ده الليفت بوردر اوف ذا هارت، ده الرايت بوردر اوف ذا هارت مكون من الرايت اتريوم سوبيرو فينا كيفا انفيرو فينا كيفا، ده الانفيرو بوردر اوف ذا هارت، وهنا ده الابر بوردر اوف ذا هارت مكون من الرايت اتريوم جزء من الليفت اوركل، طبعا في الليفت اتريوم بس متغطي
بالاسينج اورتا والبلمونري تراك. يبقى ده ابر بوردر وده لور بوردر وده رايت بوردر وده ليفت بوردر وده اللي هو ايه الابيكس اوف ذا هارت. طبعا انا لو بصيت من الناحيه دي ده الرايت سيرفيس اوف ذا هارت، لو بصيت من الاوبوزيت سايد يبقى ده الليفت سيرفيس اوف ذا هارت. يعني الناحيه دي كده لو شفت هيبقى الرايت سيرفيس، وغالبا الرايت سيرفيس طبعا او اكيد متكون من الرايت اتريوم، والليفت سيرفيس بيكون مينلي من الليفت ايه فينتركل، ده الليفت سيرفيس اوف ذا هارت. يبقى ده، ولكن السيرفيس المرسوم الكبير ده ده استيرن وكوستال سيرفيس. خد بالك الرايت فينتركل طالع منه البالمونري ترانك اهو، خد بالك اهو ده البالمونري ترانك، الليفت فينتركل طالع منه الاسندنج اورتا اهو اللي هو بعد كده هيبقى ايه ارش بتاع الاورتا، ويرجع بعد كده يبقى ايه ديسندنج اورتا. خد بالك ان الارش اوف ذا اورتا بتطلع ثلاثه ارتريز هما اللي هما النومينانت ارتري ليفت كومان كاروتيد وليفت ايه سب كليفن. خد بالك من الليفت بالمونري ارتري، ما هو ده البالمونري ترانك بيتقسم رايت بالمونري ارتري وليفت بالمونري ارتري. من الليفت بالمونري ارتري لحد الارش اوف ذا اورتا في ليجامنت اسمها ليجامنتم ارتريوز، دي اللي احنا بنسميها الليجامنتم ايه ارتريوز. السيرفيس ده اسمه سترنو كوستال سيرفيس اوف ذا